روشتة اللي عشان تقدري تكملي حياتك مرتاحة تلعبي رياضة. فورمة 23 سنة 23 شربي مياه كويس قوي، نامي، كلي أكل صحي، اتمرني كل يوم تمرين. التمرين بيدي سعادة، بيدي قوة، بيدي راحة البال، تعرف تنامي كويس جدا. ده النصايح اللي اقدر اعملها لاي بنت، يعني ما تاجليش حاجه، ما تنزليش مع حد، انزلي لوحدك وتمرني لوحدك، ما تعتمديش على حد عشان يبقى عندك قوه اراده. الاكل الصحي مهم جدا، مش معنى كده ما باكلش كل حاجه، لا باكل كل حاجه بس بتوازن، ودي اهم حاجه. بخش بقى على ويت الحديد. بقى الويت الحديد انا مش بتمرن مع اي حد ومش بسمع كلام حد. الويت لازم ببتدي بويت قليل وبرفع التمرين شويه شويه. ما فيش حاجه اسمها ان انا اقدر اشيل مثلا 10 بكره اشيل 50، ما فيش حاجه اسمها كده. التمرين لازم يتحط له مراحل عشان اقدر اجمد، عشان اقدر ابقى في مستوى عالي، عشان ما يبقاش عندي اصابات. دي اهم حاجه في التمارين عندنا. هل في اوزان معينه في الجيم ولا؟ بص انا ممكن اشيل وزن اكتر من بنت صغيره، او بنت صغيره تشيل وزن اكتر مني. هي مش حكايه ان انا اسرع في الاوزان، هي في الاخر كده بتيجي شويه شويه. ومش كل مره بنعلي، يعني احنا عندنا الحديد مفيش حاجه اسمها ان انا اعلي النهارده وبكره اعلي وبعده اعلي، لا، النهارده عليت بكره اوطي 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 اوطي. دي تمرينه بتاعتنا اللي هي بتعمل عضلات، بتعمل شيب، بتعمل حديد، بتعمل ده. لكن انا ادمر العضله عشان اثبت نفسي ان انا بعرف اشيل، لا طبعا مش صح. المشي والجري والرياضه دي ماشي مهم جدا، نفس للياقه، للبدن، للقلب، مهم جدا 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 جدا. انا قبل ما بخش الجيم بجري شويه على التريدميل، ما بجريش كتير عشان انا تمرينتي 3 4 ساعات فيها مجهود جامد جدا جدا جدا، فعايز الواحد يبقى فايق. ممكن بعد كده الكابتن يقول لك اطلع اجري اعملي بتاع، ممكن اجي ايام تانية ابقى في سباحه، ممكن اجي اتمرن شويه حاجات اقدر عشان يبقى في لياقه. يعني سر حفاظك بقى على نظام جسمك وعلى طاقتك انك تحافظ على الرياضه، دي اهم حاجه في الدنيا. يعني احنا المفروض السن الصغير بيعتمد مثلا على الفيتامينات والاكل المغذي والعضلات ومش عارف ايه، السن الكبير بيعتمد كليا على اللعب والرياضه هي اللي بتقوي العضلات. مش فيش بقى ادويه بتنفع، ومفيش، مش زي الناس معتقده ان الواحد كل ما بيكبر هياخد فيتامينات هيجمد، لا مفيش حاجه اسمها كده. هي الرياضه في السن الكبير هي اللي هتنفعك. يعني مفيش سن معين للرياضه؟ لا مفيش سن معين للرياضه، اي سن للرياضه، لغايه ما الواحد الرياضه هي اللي بتعمل دوره دمويه، واللي بتديك اللياقه، بتديك النفس، بتديك كل حاجه، وتديك اللياقه. نصيحتك بقى للستات الكبيره اللي بتكسل تعمل اي حاجه؟ دايما اقول ما تعتمديش على حد، ما تعتمديش على نفسك اصلا، انت ما تسيبيش نفسك لنفسك. يعني تعبتي النهارده انزلي، بكره انزلي اكتر، انزلي بعده، تلاقي نفسك عندك نشاط جامد جدا ومش هتحتاجي حاجه من اي حد، ويبقى صحتك مش محتاجه اي دكتور. فدي روشتة اللي عشان تقدري تكملي حياتك مرتاحه تلعبي رياضه. برضه رسالتك للبنات اللي هي لسه راحت الجيم وبعد كده كسلت انها تكمل جيم؟ بص انا شايفه في بنات كتير جدا بتعمل الحكايه دي، ان هي تتمرن شويه وخلاص، هي عملت شويه شيب وكده وبتاع، بتكسل تلعب. انا بشوفها جسمها بيتخن تاني، بشوفها فيها دهون، بشوفها مش مبسوطه، تقعد تلعب من لعبه اللعبة 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 اللعبة. لازم يكون عندك هدف، ولازم يكون عندك حاجه تعمليها فيها التزام، فيها مدرب، فيها بتاع، هتعملي حاجه طبعا منها.